خلي عنك يا باشا يا باشا، ما تهنش نفسك يا باشا، انا هينها باشا. شكراً. يا باشا خلي عنه، خلي عنه والله، خلي عنك خالص يا باشا، نارك ابيض ان شاء الله. استاذ احمد مكانك فاضي اهو يا باشا. يعني نقدر نطمن الساده المشاهدين على الامن هنا يا فندم؟ والله يطمنوا، اللي بيتقال ده كله اشاعات مغرضه لاثاره الظاهر بين الناس. يعني ايه يا عم مظاهره وليكم طلبات؟ يا سعاده الباشا بس افهم عليا، حضرتك زي ما تقول كده احنا بقالنا سنه والمرتبات ما زادتش. وايه تاني يا سي صبحي؟ يا سلام بقى لو حته نتفه كلب بوليسي كده مع كل فرد امني فينا وبس. بس انت فين رئيس الورديه ومين هو؟ لا انا عمري ما قر على زمايلي الا تتع. اطلبوا على الجهاز فورا. تتع عبد الحفيظ احضر منتجي. سيادتك تفتح سكيورتي يا مان. يا سي تفتح اظبط نفسك انت ومجموعتك احسن من شرف امي، انت وهم هتبقوا بره. الكلب حراسه قال خلاص كده خلاص. ودنك دي انت كده سامع كده خلاص خلاص ولا مش خلاص؟ انت مبسوط انت وهو؟ ثم كلاب ايه؟ كلاب ايه اللي انتوا عايزينها؟ ثم اذا ايه الفرق بينك وبين الكلب؟ يزيد عنك في ايه؟ اخلاص؟ كلنا اخلاص. وفاء؟ عندنا وفاء. عفاف؟ عندنا عفاف. خلوني بقى اثبت هنا بقى للمدير المالي ها؟ ان احنا مش محتاجين كلاب. لان انا عندي كلابي. انتوا ايه؟ كلابك يا ريس. انتوا ايه؟ كلابك يا ريس. بس وتهوهوا كمان، ما تعرفوش تهوهوا؟ نهوهوا خلاص؟ اسفين يا ريس. اسفين يا ريس دي تتقال في جامع مصطفى محمود مش هنا، خلاص؟ لازم سكيورتي امان ده اللي شغال في قلب السنتر يكون واجهه ويكون بيفهم ويكون جينيوس. يعني ايه جينيوس؟ جينيوس سؤال ذكي، قال لي يعني ايه جينيوس؟ جينيوس دي لما بيكون عندك تلبك معوي بتبقى عايز جينيوس، فهو ده الترتيبه. يلا سعار سكيورتي يا مان. طلع انتباه انتباه مش انتفاخ يا عم جينيوس. ومن هنا رايح خلاص كده خلاص. يلا يا واد فتاح عايز اخش الحمام. عايز تخش الحمام؟ اصل انت جينيوس. يا عم يا جدع يخلع الماسك بقى. ماسك ايه ده؟ وش وشك؟ ايوه انت مال وشك كبير كده ليه؟ انت عامله زوم ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدع انت؟ لا مؤاخذه انت سايل خيار في جيبك؟ خيار ايه؟ امال ايه ده؟ استنى بس ساعه خلاص. بص ايه دي؟ ها؟ شوكولاته كورونا؟ شوكولاته كورونا دي؟ ابوس ايدك دي تعاطل. تعاطل؟ وكمان عاطل يعني انت بتضرب عفيف وعاطل كمان؟ عاطل ايه يا ابن ادم؟ قلنا دي تعاطي بتعاطيها واديها عشان اعمل دماغ ارتاح من العيال ومن الدوشه. ابوس ايدك ما تفضحنيش. خلاص يا انت هتفضح نفسك بعدين دماغي ايه اللي هتعملها تاني؟ انت ناقص دماغ تعمل هتبقى براسين؟ الله يلا خلاص ما تقفش وسطك هنا تاني في المول وخد هنا. اما تيجي تاكل
ما تاكلش وسك لوحده، كل انت وجسمك ووسك مع بعض خلاص. يلا جواز. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ الانسه شغاله جوه عندنا مش شغاله، دي صاحبه بوتيك جوه، عندها مكتبه وديسك. خلاص؟ خليها تفضل. طالما معتاد تحت اتفضل. ايه معتاد تحت دي؟ متشكره يا تتح. العفو يا نيتا فاتن، تحت امرك. اتفضلي. على فين؟ ايه على فين دي؟ داخله، ما انت عارف ان انا شغاله جوه. اه لا مؤاخذه انا نسيت. ايوه ما تنساش، مش كل يوم على كده. بكذبك بقى مش كل يوم، عشان الجمعه اجازه. غاد على الله في ايه؟ عشان خاطري يا تتح خليها تدخل. خلاص خاطرك على راسي من فوق. اتفضلي. بصي. اوعى كده بوشك ده. هدي. فاكره نفسها تامر حسني. معلش يا استاذه فاتن انا اسفه، بس احنا بقالنا 35 يوم دلوقتي مأجرين الكام بلاطه دول، ومفيش زبون هوي بناحيه كتب حضرتك اللي نصها في بيت حضرتك. انت مش احسن من القعده يا غاده؟ اهي ناس رايحه جايه. يا ستي اعتبريها تجربه جديده. اه من ناحيه تجربه جديده فهي تجربه جديده، بالذات مع التحفه اللي جايه من هناك ده، فاكر نفسه فندام المول. يا ستي حرام عليكي. مساء الخير يا نيتا فاتن. مساء النور يا تتح. يا هرطره في حد يضايق حضرتك في قلب السنتر؟ لا أكتر. انا عايز اقولك ميرسي على اللي عملته معايا. يا خبر ما تقوليش كده، ده انا وصاحب السنتر تحت امر حضرتك. متشكرين. يلا بقى اتفضل عشان عايزين نبتدي يومنا. هو انت بتبتدي يومك من هنا؟ ان شاء الله يومك لذيذ. تفتح سكروس يا امان. اه صفوت جاي يا راجل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ازاي الكلام ده؟ ها ده لا طبعا خالص يا راجل. يا ماما ايه في ايه؟ انا اسف معلش، اصل حصل سطو على المكان. سطو؟ ايه يا كابتن مش معقوله. يلا اتفضل. ايوه معلش، ما انا جاي لك تاني. تاني ايه وتالت ايه؟ عنك ما جيت. انت محسس انك خطيب الهانم؟ خاتم. ثانيه واحده بس يا نيسه، انا خليك معايا اوض لحظه واحده يا نيسه فاتن. انا عارف ان حضرتك خايفه عليا، لا تعصب عليها. بصي بقى حضرتك، عايز اقول لك على حاجه، انت انسانه مستفزه. مستفزه عباره عن كتله دهن ومفيش اي ميكروويف يقدر يسيح الدهانه اللي انت فيكي. تفتح عين. معلش معلش انا بقول لك، بس انا خايف، انا عارف ان انت هتعصب عليكي. خلاص جاي لك ثاني. سيبونا. فاتن ذوقي من القوره. ذوقي من القوره. ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ بس شكرا لطيف. رجالي الثاني يا تونه. تونه؟ طب يقول لي تونه. صفوة. صفوة. تعالى تفتح لهنا تفتح. انا صفوة. تفتح. انت فين يوم؟ انا هو يا تتح. ايه بقى في ايه؟ انت ايه ما بقتش تشوف ولا ايه؟ ايه؟ هناك اهم يا تتح، واقفين هناك اهم، انا مرقد لهم وقاعد ساكت خالص ومطير. اه بس خلاص بس خلاص. فين بقى؟ إيه؟ انت باصص فين يا تتح؟ هناك اهم يا جدع. انت هناك بس بس انا مش شايف حاجه يوم. يا تتح هناك اهم اللي بيحملوا كراتين. ايه ده؟ ايه يا تتح ده؟ تتح هينزل يا جدع انت ده. بس بس شفتهم شفتهم من المصحف. طب يلا خلاص. ايه يا تتح؟ انت هتموتني انا تتح. اتفرج على العجل وبيصرخ على الاسفل. طب خد بالك من نفسك. على الله. في حاجه قدام العربيه ولا ايه؟ اكيد الكربراتين بايظ برضه. يس كوت صب لازم اصبك. انا اصبك تتح. انت كل يوم بيمر بتثبت فيه تفانيك واخلاصك لشغلك. صاحب المول لما عرف باللي حصل صرف لك 1000 جنيه مكافأة. ايوه على الرغم انك دغدغت له الباركينج، بس ما تقلقش انا هتكلم معاه واخليه يسامحك.
ساعتك احنا حضرتك سياده المدير الضابط احنا ما عملناش حاجه خالص، وبعدين انا كمواطن شعبي عملت اللي حطم عليا دي ضميري، وبعدين بقى بتقول لك كلنا فدا مصر بقى والكلام اللي بيتقال ده خالص، انا هقول لك ان احنا كلنا فدا المون. مش كده يا تتح، اتفضل فاكر خالص. اسيبك انا بقى عشان تسجل مع القناه دي. ممكن نعمل معاك لقاء؟ معاكي انت؟ اه طبعا. معاكي مين؟ معاك انا راجل. ازاي يقعد ريهام سعيد؟ اختها. اخت ريهام سعيد؟ نتعرف باسم البطل؟ تتح عبد الحفيظ. الحقيقه اللي حصل في قلب السنتر ده كان بيعتبر. استنى شويه. يا تتح انت بطل. يعني لازم الناس كلها تتكلم عنك. فخلي كلامك كده موزون وبحساب. خلينا نتفق ان انت تقول كالاتي. ان كان في دبابه مدرعه. اه لا خلاص خلاص عرفت خلاص. انا بص يا استاذه انا خليك تبص على الاخر خالص. ده برضه مصمم واحده ست. عدي بقى معلش انت مش شاب ليه؟ انا جاي يا استاذه. تتح عبد الحفيظ ممكن تحكي لنا اللي حصل بالظبط؟ سؤال ذكي. لما حضرتك تلاقي في قلب السنتر وسوس متسغربه وسايلين معاهم بلاتوف وخرطوف وسايلين عربيه دبابه نص الي خمس عيون مدرعه خلف السور بتاع المول ومغطيينها بغطاء صاعقه، ده ما يخليكيش تفكري وتزغللي دماغك حضور انه في مؤامره على مصر والسبب فيها داعش. ستوب. بقول لك ايه؟ اتفضل. خد قول الكلمتين دول وبلاش اجتهاد. خلينا نقفل بيهم الحلقه. طب ده هو في ايه الكلمتين دول؟ هتقول ان السبب في هذه المؤامرات على مصر الجيش المصري والداخليه. لا بالعكس. بالعكس بقى يا مطمطيل. انا بختلف مع حضرتك بقى في الحكايه دي خالص، وبختلف كمان معاكي بس اسلوبا ونقدا. لا انا بختلف معاكي بنظرات الواقع الممتاز. ليه بقى؟ لان لو جينا نبص للسكر السياسي اللي موجود دلوقتي على الساحه في افغانستان هتلاقي انه الجيش والشعب والسلطه في مصر ايد واحده، انما مين الدخيل الفظيع الجديد؟ داعش. فلما تقولي داعش حضرتك يبقى لازم على طول تفكري انه أماما ورا داعش، ولما نقول أماما يعني إسرائيل، وإسرائيل عايزة فلسطين وجزة، ومصر مش هتقع، خلاص؟ مصر مش هتقع يا نتا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ خلص وقول الكلمتين دول، إن الجيش المصري والداخلية هم السبب في المؤامرات على مصر. الله الله الله، وخلاص أي تزوير وخلاص. أي تزوير ولا إيه يا ست هانم؟ لا، أنتوا قناة إيه؟ الجزيرة. إيه؟ الجزيرة. الجزيرة؟ ايه في الباب ده ياض؟ ايه في الباب ده ياض؟ فاصل ونعود. تعالوا يا ابني انت. العالم كله بيضرب في بعضه والامن مستذيب عندكم انتوا بس. انتوا بس واسرائيل. امسك البنطلون هنا الصبح يا خد بقى الرسالة دي من شباب مصر كلها تهمل. كده ضم. سمعتي صاحبك عمل ايه النهارده؟ صاحبي مين؟ فتح. خلاص هدخل فيه صاحبي. عامل ايه يا ست الزفت ده؟ بيقولوا قبض على بضاعه متهربه من المخزن وخد مكافاه 1000 جنيه. ايه هو اللي عامل الفيلم ده وهو اللي سارقها؟ شيخة حرام عليكي. والله شكلك كده بتحبيه وعامله شويتين دول. انا احب ده؟ والله حضرتك اللي ماخداه عليكي. مساء الخير يا ندى فاتن. مساء الخير. قوم معلش قوم يا عم جواد. مساء الخير يا ندى فاتن. كل سنه وحضرتك طيبه. انا عارف طبعا ان عيد ميلاد الاستاذ عمرو النهارده، وده طبعا باذن الله يعني. اسمع يا بني ادم لو سمحتي بس استني انت شويه. جت اللحظه المهمه. اللحظه جت خلاص. طبعا انا مش محتاج عدومه خالص. على الاقل حتى كمان يبقى الامن يستتبني. كل سنه وهو طيب. وانت طيب يا فتح. ابقى شرفت. اه طبعا اتشرفت. انا موجود دلوقتي حالا معدلين هناك. عفريتي اللي واقف معاكي. اهلا وسهلا بيك. اهو بالمره تاكل حته جاتوه. اكل جاتوه؟ انت اللي الجاتوه ده عمل مني. عدي بقى لسه هقول كلام حلو. عدي الاقي فجاه ضحكت وحبيتني خلاص. والله حبيتني خلاص يا ناس. حبيتني خلاص. Yeah.
داخلين عم يرغدون وبتقعد طويلين. داخلين عم يرغدون وبتقعد طويلين. داخلين عم يرغدون. سكر والله الدنيا سكر. ليلى حكمت علي ليلى ليلى وجه الدنيا جميلة محن السكر. أنا سعيد قوي، خالص 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 حمود حمود. أمي فين الحسن؟ فين الحسن بتاع زمان؟ يوسف النسوان الجمال خلاص، الجمال خلاص راح من بعدك يا أمي. الله يرحمك يا جدي. افتح. ايوه يوم. افتح يا عسل حبايب. افتح. ايوه يوم. افتح يا عسل حبايب. افتح. ايوه يوم. افتح يا عسل حبايب. ايوه يوم. ايوه يوم. افتح يا عسل حبايب. افتح. ايوه يا واد. اتأخرتوا كده ليه يا واد؟ معلش يا صاحبي، كنا بنجيب لك بس طقم لزوم الشياكه. يض اللبس في كل حاجه. الله، هي حابه فيا الروح مش الجسد، عشان الجسد فاني. تعالى يا واد. يا الله يا تاتا يا الله. شايف يا مرات اخوك يض؟ ايوه. عارف يا تاتا ايه؟ البنت فاتن دي اجمد حاجه فيها ان هي شبه نيكول سابا. يا عم بلا نيكول سابا بلا بلبن. يلا تروح فين دي ياض؟ يعني بص نيكول سابا تروح فين في دي؟ صح. بص دي الماظ. ايوه كريز بينقص يعني عسل مكرر. ايه ده، انت جايب لي قتيل ولا ايه ده؟ دي بقى بدله ابويا الله يرحمه جايبها لك. انت عايز تلبس لي بدله قتيل؟ لا يا تتع، ابويا ما ماتش قتيل، ابويا مات موتة ربنا. بدله ابوك لسه عايشه لحد دلوقتي. اه وهو مات. اه دي لو بدله صفيع كان زمان البارومه سرحت فيها. وبعدين ابوك ده كان كله قد كده، عامل زي انبوبه البوتاجاز، ما بيبوظش اي حاجه خالص ولا طول ولا اي حاجه، بيمسي دقنه بتخبط الرصيف وهو ماسي. الله كوبيبه مات يعني. الا بابايا الا بابايا تفتح. يا خلاص يا ياض بس يا جدعان، صلوا على النبي. الله، انتوا هتخسروا بعض عشان خاطر بدله كلب. عندك حق يا صفي، تقول له هو اللي عمال ليه كده بدله. خلاص خلاص رايك عليا بقى. خلاص يا ابني بهزر معاك يا ابني، انت واخد غلي سامي. خلاص يا تفتح حقك انت عليا. خلاص ايوه كده، مش عايزين نبوظ لك ليلتك. يلا بقى وريني. قوم بقى قيس بقى، عارف دي هتبقى عسل عليك يا تفتح. قوم. هو كان 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 ساخخ فيها دي ولا ايه؟ لا لا ظرف ضحي. يلا مع السلامة. يلا سلامة تاتا. عارف سلامة يا ابني، شد حيلك يا صاحبي. روحوا الله، ربنا يبتليكم بمصيبة زودة. عارف سلامة يا واد. حاجة أحكي لكم بقى على اللي حصل كله. ماشي خلاص؟ يلا يخرب بيتك. ودعتيني. جاز كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لساني سلسلة عامل لي فيها عية؟ والله ايوه ايوه سلام. ارزاق ارزاق وما سيبها الخلاق مرسي يا قطه. افرح يا تونا. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy happy birthday. True. We
ادي فقره الساحر. كان ينفع ان انا اجي اقل من كده خالص خالص. يا فين فاسن؟ انا انت فاتن؟ حضرتك تقربي لعبد الجواد؟ عبد الجواد امشي من هنا لاشخلعك. اسخلعك؟ عرفتك يبقى حضرتك الرقاصه. جاك رقاصه في عينك. ايه يا بيه؟ فالنوع ده ممتاز. بابا دي طنط نجوى اللي قلت لك عنها. اهلا 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 مدام نجوى. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. طيب هستأذنكم انا. اوكي اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا. نبدا بالتربه الاول نليس. الله ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 ده حاجه رهيبه بعد كده خالص. يا حبيبه القلب يا تونه من العين من جوه يا تونه. يا خبر الصبح الاكل فاضي تخم وقال لي بربور الواحد فاح. والله انا بحبك قوي يا تونا. والله مش هتاخدوا الاكل. انا بحبك فعلا. مش هتاخدوا الكفته ولا البطاطس. عاملاك يا حب. انا اعشقك. انا اعشقك. انا اعشقك. اكيد ايديها هي اللي غاصت في قلب الطبيخ. ولما غاصت في قلب الطبيخ الطبيخ بقى زي العسل. حبيبتي القلب زيتونة أنا أحبك أنا أعشقك. روحي شوفي الزفت اللي فتحنا ده في أنهي داهية وخليه يبطل اللي بيهببه. دي فقرة بس بايخة شوية. أصل الساحر لسه بيكمل فقرته بس بايخ شوية. تتح أنت بتعمل إيه عندك؟ تتح لسنة وأنت طيبة. إيه ده؟ لا إيه اللي أنت بتعمله ده؟ لا في إيه؟ بس إيدي بس كل سنة وطيبة. اسمع بقى بس. يا الله أنا ما أقدرش أقبل منك الحاجة دي. بس البرايس وإيه اللي أنت عملته ده؟ إيه حكاية إيه؟ بص اللي أنت عملته ده. إيه ده؟ هي خلاص فاتن. حاضر حاضر. ابوك ابوك انا لغوصي لغوصي. انا هعمل لغوصي يعني ايه؟ لغوصي يعمل اي حاجه وانا هعمل نفسي بطير. ايه ده؟ يلا فيا. ايوه جايه بابا جايه. طب بقول لك فاتن انت رايح فين ده؟ فاتن حاضر جايه. سكر ولا حلوه؟ سكر من عندي يا ابنك روح. سكر ولا حلوه؟ سكر سكر من عندي يا ابنك روح. يا نهار اسود. وانتي انا اطلع عند السلم ادوس عليكي وجاي النهارده هنا كده ترمي نفسك تحت العربيه؟ ازاي تاخدي بالك من الطريق؟ ايه؟ ايه السرح جاي في ايه؟ واخده قرض؟ عليك اقساط؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ كمادات؟ كمادات؟ ايه الاخبار؟ انت ايه طيب فيك ايه طيب؟ طب اجيب لها كالونيا ولا اجيب لها ايه دي؟ معلش بقى هعمل لك التنفس الاصطناعي. كليل كليل. القطه راحت النار قبل ما تتحاسب. استغفر الله العظيم.
العظيم يا رب. والله ما كان حظي خالص. كنت بعمل لها تنفس اصطناعي وبعدين هي خلاص رفضت مني. والنبي يا رب السماح والرضا. السماح والرضا سامحني يا رب. الواحد جاي مبسوط ودماغه زي الفل وزي العسل، اجي في الاخر اتنكد كده وادوس قطه افعصها. بيخاف يسكن لوحده. ايه ده استغل لوحده ده توماتيكي ولا ايه؟ احمد مظهر، احمد مظهر ايه اللي جاب القطط؟ والله ايه الحكايه؟ في ايه؟ هم؟ ايه اللي حصل؟ هو القطط حصلت مزيره ولا ايه؟ هم؟ القطط حصلت مزيره؟ يا عم يا ناصر غرست امك. تفتح ولا تفتح؟ مين؟ افتح. تفتح 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 يا عز الحبايب افتح. ايوه يا لك يا ويض افتح يا تفتح افتح جاي تفتح جاي تفتح جاي كل دي ترابيس انت عليك طار ولا ايه؟ بص يا عم الظريف انت هتبتدي المسهد من على الباب. بص ازيك يا صفوت؟ ازيك يا صبحي؟ ازيك يا تتح؟ عامل ايه يا ود؟ ايه الاخبار؟ عارف ولا تتح؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ انت كويس؟ مالك؟ هرست قطه تحت في السيارة قدام البيت. نهار اسود. الموضوع ده مش سهل خالص. انت ليك حق تتضايق. وانت مالك متغاظ ليه كده؟ لا 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 هو ده كان قصدك؟ لا والمره انا ما كانش قصدي خالص. خلاص يا تتح فكك منه، ما دام مش قصدك ما احنا كلنا بنعجن قطط، مش اشكال ما دام مش قصدك. خلاص بقى وضع عصبي بس كده رحت داخل ودايس وكده. لا خلاص طالما مش قصدك مفيش مشكله. صبح صبح يا تتح. صباح القصه والقرف على دماغك، خد انت بقى ده. صباح الزفت عليك يا عم صبوط. صباح اهو ب 300 جنيه. ايه رايك؟ لا صباح الفل اصطفى عالي عالي. عايزين ولا عارفين ولعتك مش ايه في هنا في جيبك ايه؟ لا ايه ده يا واد؟ ايه ده يا واد؟ ايه ده؟ انت بتتسول بعد دور ولا ايه يا واد؟ ايه الفار اللي بجيبه ده؟ لا 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 ده 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 ده, ده الواد فهيم مدينا الهدوم كده. الله يخرب بيته فهيم ده ده بس ده ده حاجه فظيعه. ولع لي طب سيجاره. خد يا صاحبي. هات. ولعت بس حلو للصوف ده.
ايه ده يا عز؟ لم القرموط، لم القرموط. ايه ده يا عز؟ ايه فيها تتح؟ ايه ده يا عز؟ فيها تتح. السيجاره دي يا اما زيزه والصف ده جامد يا اما في حاجه بتحصل لي يا صاحبي. لا لا دي تلاوث، تلاوث سمعيه ونظريه. تخيلات مفيش حاجه. انا اقول ايه يا عز؟ انتوا اكلتوا؟ لا جعانين جعانين يا تتح، ده اخر مره اكلنا معاك. طب بقول لك ايه، انت معاك نمره واد مصطفى الكبابجي؟ اه معايا المحمود. طب خلاص اتصل بيه خليه يجيب لي المحل اللي جنبه 8 بتنجان و2 طعميه. تتح بتنجان ايه يا تتح؟ طعميه ايه وبتنجان ايه؟ احنا عايزين حاجه زفره. هات لنا لبن. لبن؟ لبن ايه يا ابني انت هترضع؟ لا لا ده هو بيحب كده. انت عارف بقى صبح مخه تعبان. خلاص امسك يا عم امسك. عايز تجيب ايه؟ كيلو ريس وكيلو كوستا عيني خلاص، ودي نص كيلو بسطرمه. ماشي خلاص ماشي يمسك. ماشي يا تتح. احكي لنا بقى عملت ايه مع البت فاتن؟ اكيد خدتها وحجزته كابينه. انت بتقول فيها ده؟ انا كان خلاص فاضل لي بص يعني سيجاره صغيره واروح ظريفها بوسه ابلع فيها اللوز. بس هي جت من الاخر كده من عند الجنينه وراحت ايه زي حصاجر كده كويس، وقالت لي تتح راحت بس انا قلت لي بايا توتو. حصل ايه؟ قلت لي عايز اخلف منك خالد. يا لهوي تخلف منك خالد كده خبط لسه كده؟ اه ده انت فاكر ايه من السابوسه وبلعت اللوز؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت عايز اخلف؟ بس انا اتضح لي بقى ايه؟ ان انا سمعت الجمله غلط. اللي هي؟ اه ليه بتقول لي ايه؟ آه امسح على صيغه خالد. ويطلع مين خالد ده؟ ده عيل صغير كان مسخخ على السلم من صحاب عمرو فمسخت الوساخه. يطلع مين خالد ده؟ انت جيت تاني ولا ده واحد قبلك اللي سأل؟ بقول لك انا بقول لك خالد ده كان الوساخة ومسحتها. ما قلتليش مين خالد؟ يا عم هو بقى هتخيبتك بالكسمة وانت قاعد. يا صبحي انت جاي تنرفزني؟ لا لا يا تتح مش بسألك. يا راجل بتفهم ايه ده؟ انا لو بفهم في كورة كويتس كان زمانها فهمت. انت عبيط؟ قلت له خالد مين خالد؟ قول له خرا. خرب بيتك ده انت هرسها. ايه ده يوض؟ انت مكنة يوض؟ ماكل صفر ومحدش كده يقض مش عشان يشرب. الراجل اجري بقى ادي العلب وهم الطبخه بتاعتك. انت حاطط في عبيط انت. خلاص يلا بقى ظبطوا نفسكم لحد ما اجي هغسل وشي واجي لكم. ماشي خلي بالك من البدله. بدله ده انا هدفنها دي المفروض تدفن. سكر ولا سكر كده سكر. انت كده فيها الوسط. بس حاجات خلاص اقعد صبحي جهزت لك حاجه وخرج ولا ايه؟ ورا صبحك يا صبحي يا ولد. وانا بتسطف طالعه لي موزه وقاعد على الكرسي ايه اللي حصل لك بقى؟ ده خليك فيروس؟ انا القطه. انت بتستخفي دمك يعني القطه ذاك القطه ده؟ قولي انا ابو اردان انا الخفاف انا الوطواط. اسمع انا عايزاك ليا تتجوزني؟ لا بس هنتحر النهارده بكره ان شاء الله الساعه 7 الصبح. يا تتجوزني يا تموت مفيش خيار. يا ستي اديني انا الخيار. انا اخد الخيار اعمل بيه اي حاجه عليه اعمل اي حاجه بس ما تجوزكيش انا. خلاص يبقى انت اخترت موتك وبنفس الطريقه زي كده. تتح دولا
عرفت يا صفوت الشيء الغامض اللي محيرني ان الواد تفتح بعد ما رجع ليله امبارح من حفله البت فاتن ما فاتش علينا وحكى لنا ايه اللي حصل ولا حتى اتصل بينا. عندك حق، تفتح ما كانش بيهدى، اي حاجه كانت بتحصل بينه وبين البت دي كان يجي بقى ويقول لنا فاتن قالت، فاتن عادت، فاتن ماتت، فاتن قعدت. عندك حق، فاتن ماتت. عم زوع النوف صباح الفرن شقلب لنا بقى في فرن نضيف كده. اتفضل. لسه فاتن 2500 جنيه بتوع ايه دول؟ الزبون اللي كان واقف هنا. الخبر؟ وهو ده كان زبون؟ ده انا بحسبه حد بيتفرج زي اللي قبله. اتفضلي. خدي. شكرا قوي. شكرا على ايه بس؟ مالك يا لسه فاتن؟ شكلك مخطوف قوي كده ليه؟ باين عليا متوتره مش كده؟ في حاجه ولا ايه؟ بس حلمت امبارح بالزاف تتفتح، ده حلم مرعب. احنا جبنا في سيره القط جاي نط. بقول لك ايه، اعملي نفسك مش شايفاه واشغلي نفسك باي حاجه. خدي. ايوه عندك حق، لازم يلزق في حدوده. ما تبصيش، خدي. هو فين؟ هو جاي منين؟ يا بنتي ما هو هناك اهو، ما تبصيلوش. انت ازاي مش شايفاه؟ يا ماما انت شفتي عمل ايه؟ هو مين؟ يا بنتي تفتح. انا رحيم. يا لهوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعه قوم. انت ليك نفس تاكل وتفتح ميت؟ تفتح لازم يتدفن. يا بني ادم ناكل ايه؟ قوم هات بصل عشان نفوقه. تفتح تفتح يا صاحبي. اغفر يا ابيض من المجنون. اوعى 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 يا ابني. ايه يا ضمك انت هو؟ انتوا جايين امبارح هنا بالليل وتعملوا لي فيها بعيز؟ بعيز؟ هو اتخبط في دماغه ولا ايه؟ ايه ياض؟ انت ما كنتش بالليل ورحت تسيب اسقاط بعيز عشان تخوفني؟ يا نهار اسود، ده باين عليه فعلا وقع على دماغه. وكنتوا بتنكثوا كده في الاكل وطالع لكم ديل؟ يا عم علاء الطلاق، انت ما شفتنا من ساعه ما كنا بنجهزك عشان الحفله. طب بجد والله؟ استنى تتح، استنى صبح. ما هو مستنيين. استنى استنى استنى. ايوه هنركب امتى ونطلع؟ خلاص استنى، مش يمكن يكون ده حلم؟ ماشي خلاص، انت بتقول حلم صح؟ اه. خلي اللي بيتكلم مجنون من سامي عاقل. انا هثبت لك بدليل الساطع انه ما كانش حلم يا عم الحاج، وكان حقيقه بأمارة الحساسه اللي انتوا هرستوها امبارح اهي يا سيدي. وضلت منك الحته الصغيره دي. سليمه. ايه ده؟ الفلوس كامله. بس استنى بقى، الصوب فيكس. خلاص الصوب فيكس، اصل خاطر ايه؟ في سؤال حي دلوقتي ولازم يحصل. اجاوب انا؟ اجاوب اتفضل. قول لي يا عم الجينيوس. دلوقتي انت بتحب فاتن. اه. وفاتن بتحبك. عن حسمان ميبي. وارواحكو بتحب تتقابل. صح. فين؟ فين بقى؟ قول انت يا الله فضيلة فين؟ في الحلم. ايوة. انا طول عمري بقول على الواد ده ان هو جحس. انما النهاردة كبرت في نظري. بقيت حمار. لحظة واحدة. في حاجة؟ بتهيألي في باب خبط ولا أنا مش شايف؟ خبط. باب خبط. أيوه أهو. يا رب عدي 70 60 سنة دول على خير يا رب. أيوه. مين؟ تتح. إيه ده؟ صبحي. صبوت. فاتن. إيه؟ فاتن. إيه ده؟ أنا مش مصدق وداني. خالص. أنا كنت قلقان عليكي خالص لما حصل إن أنت ضربتي بالنار في المصاريك. خفت مسكتش تاني خالص.
بصي معقول مسحة الفاكاست تاني؟ بس ما طمنتش خالص بقى لما انت كان يجيلي في الداك في التلفزيون. تفتح. ايوه. انا جايه النهارده وانا متضايقه جدا. اني ما قدرتش اقول لك على شعوري من ناحيتك قبل كده. يا حبيبتي. لا. يبقى كده بقى جت اللحظه. انت انسان سافل وجبان وواطي. خد الحاجه الزفت بتاعتك اهي. جاتك القرف. ايه ده يا غط؟ ها؟ دي سخرتني في الاخر. دي سخرت. يا نهار اسود. هي وصلت للدرجه دي؟ خلاص بقى يا جدع انت اهدى بقى مش كده. خلاص يا طفره. اقسم الشارع تفتح بلاش العمر. خلاص يا صبحي بقى. يا تفتح بقى ما تقول. يا عم انت بس افتح اخويا كان بيزعلني بس انت بنت فاهم بتزعلني. يا شوف يا عم انت سيبني مظبط في كوعي ولا اسكت. خلاص افتح. هطلع عين الميتين اللي جابوها. يا جدع افتح. يا راجل ابو عباية معلش افتح على اللي جابه حتى. أنسة فاتن، أنسة فاتن لازم تفهمي إذا كنت أنا سكت لك على قلة أدبك عليا في قلب البيت عندي ده بس عشان خاطر أنا راجل محترم، إنما أنا عاوز أقول لحضرتك إن حضرتك إنسانة بيس محترمة بالمروة ها وهطلع رجلي وههزقك قدام المول في قلب الجسم، خلاص؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما تحترم نفسك، اخرس يا قليل أدب، امشي اطلع بره. أطلع بره ماشي، هطلع بره بس ما تخليش الأنسة فاتن الأنسة فاتن تجيب البيت تاني في وسط أصحابي. كنت ممكن اروح مفرتكه جوه بس انا مرضتش بس عشان خاطري قالت انا قدامها عليا. انا جيت لك بيوت؟ ايوه جيتي لي بيوت. لا انت اكيد بتخرف. لا ما بخرفش جيتي لي البيوت يا انسه فاتن يا تونه يا تنتونتي جيتي لي البيت ولما لقيت اصحابي عندي قلت بس الخير وباظت مش هعرف استفرد بالواد واقعد احط فيه وابوسه في رقبته وانا عبيط. انت رحتي له البيت يا انسه فاتن؟ اروح له فين انت كمان؟ ده بيخرف. ماشي انا بخرف. انا بخرف يا انسه جاده. اتفضلي يا انسه جاده. دي جت ازاي بقى على البيت عندي؟ عن طريق الواد ولا الفيس ولا يمكن جت لي الانستجرام؟ خلي بالك انا عندي لابتوبس وفان. على ابنك يا تونه. هتصخر لي قال. حضرتك رحتي له بيته مخبيه عليا. اروح له فين انت كمان؟ انت هتصدقي؟ مش انا قدامك حطها في الكومود عندي في الاوضه؟ الله يخرب بيتك يا تتح. السلسلة ايه؟ امال هنا ايه؟ يا ماما السلسلة. خلاص يا مصر تفتح سايبها لك وماشي خلاص هتعتبر بالسجادة اللي انا قاعد عليها دي خلاص سكيورتي يا امان مفيش خب مفيش وبعدها لك يا عم تفتح لا حالتك كده ما تطمنش يا عم اقعد لنا بقى بوزك اللي تبقى قاعد في الحمام دوت يا عم اقعد ازاي واسيبك اللي انت بتعمله ده انتحار ده انت شارب يجي صندوق سيف اللي عدى دلوقتي عايز اتكرر اصبط بصراحه انت حالتك كده متشقلبه خالص من ساعه ما جيت من حفله عيد الميلاد بس انا برضك اصبط اسلام حاجه يا صبحي اسلام حاجه يعني هل انا رحت لها ولا ما رحت لهاش وهي جاتني ولا ما جاتني كاس عارف دماغي خلاص ملخبطه خالص نروح نعتذر لها ونبقى صفوتها بتسيبك روح اتفتح روح لفاتن خليها تمسخرك وتمسح بيك الارض ما هو تمامك ممسحها ممسحها وماله لما يكون تمامي ممسحها مفيش كرامه بين الزوج والزوجه وبعدين تعالى هنا قول لي مين في مصر ما بياخدهمش من مراته قول لي طب ايه رايك لو رحنا لشيخ بس شيخ ايه حكايه والله فكره دي يا صفوت نروح لشيخ لا لا لا, لا. تعالى بس هو شيخ ايه مش عايز اقول لك حكايه حكايه انت حتى تشوف بنفسك اطلع اطلع من كفر رجله اطلع من كفر رجله اطلع 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 من العيله دي كلها إيه؟ هو ده ابنه اللي بيضربه ده بيضرب ابنه؟ لا ده واحد بيتعالج يا تتح طلب مصروف زياده ولا ايه؟ بيتعالج ملبوس واحد بيتعالج؟ ملبوس ملبوس؟ اه اطلع 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 بيضربه جامد قوي بيضربه جامد قوي؟ اه انت
طب وايه الجديد يعني اللي انت قلته؟ ما انا شايفين احنا بنضرب جامد. معلش يا تفتح. قلت بتدف رجله، دف رجله، دف رجله. ربنا يا رب يجعل السيف على ايده. ان شاء الله. قلت تعالى على صلابة ثلاثة مالا ده هو العيان. لا ده هو العيان واسمه تتا. تعالى هنا يا تتا. ده والله تعالى يا تتا. تعالى يا تتا. طب تتا انا ظبط ولا لا؟ تعالى يا تتا. يا عم انا اروح للدكتور يا عم. تعالى يا تتا. الحقيقة يا فوفا الكلام اللي انت بتقوليه ده غريب قوي. كان نفسي اطمنك واقول لك ان انا شفت تفتح في المول، بس بصراحه انا ما شفتوش. انا هتجنن يا غابه، هتجنن بجد. ازاي راحت له السلسله؟ ازاي؟ يكونش دخل البيت وسرقها؟ طب قولي لي ازاي؟ وبيت ايه اللي انا رحته له ده؟ يوه ده ولا شغل عفاريت. عفاريت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يجعل كلامنا خفيف عليهم. مش يمكن عامل لك عمل عشان تحبيه؟ عمل ايه واحبه ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه يا فوفا، ده نص نسوان الحته متجوزين بالسحر والاعمال. يا ماما لا ما تخافيش قوي كده، في الاخر دايما الجوازات بتفشل. يعني جواز ايه وفشل ايه؟ وايه اللي انت بتخرفي وتقوليه ده؟ انت جايه تطمني ولا ترعبيني؟ ما اقصدش والله، انا قلت بس افكر معاكي بصوت عالي. لا من فضلك بلاش الافكار المرعبه بتاعتك دي. بقول لك ايه، ايه رايك تحاولي انت تعامليه كويس وتجرجريه في الكلام، جايز نفهم منه حاجه مهمه. انا ده ما بيتقنيش ولا انا بطيئه. ده ما تقربي منه انت. انا اقرب للمعفن ده؟ لا انت اكيد اتخبطتي في مخك. الواد دايب في هواكي وما هيصدق تقربيله، هيخرلك على كل حاجه. يخرلي تفتكري؟ اهدى ياض، اكيد كل دي هلاوس. هلاوس وتوتر. مش يبقى اكيد ده توتر، مرض العصر، مرض العصر من كل عصر. يا ولاد العصر ايه ده اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ باب العرض ازاي؟ ازاي باب العرض؟ ازاي ده بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في اللي بيحصل؟ وايه النونه دي كلها؟ يا دنيا سعيني بك ليه كده؟ حاجه والمصحف انا عايز اتصير. ايه؟ فين القعدة؟ فين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ باب العرض وتحت ايه اللي حصل؟ لا والله الكابينيه بقى في السقف. طب انا اجيبها ازاي دي؟ ارميها في كيس واروح ارميها باسكت؟ باسكت؟ اللي هو اجمع على طول فوق كده فوق. هفضل احبك لا اجيبها بس من غير ما ايوه يا ست من غير ايوه يا ست ايوه خلاص 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 عرفنا ان انت خلاص بتحبيه. خلاص خلاص يا ست ام كلثوم خلاص يا ست خلاص خلاص اهو مفيش سلك ولا بتوصل لفيتا واول مره يشتغل. خلاص خلاص يا ست اهو.
القط كائن غريب، احذر أن تغضب القطط، فالقطط عندما تغضب تكون قاسية جدا، ولكن ألذ ألذ ألذ. يحضرني موقف عندما كنا صغارا وكنا نلعب مع القطط، فخربشتني القطة في ايه؟ انا صاحي خلاص ومتحتلبس ومتخضخض من اي حاجة خلاص. انت عامل دوشة ليه؟ مين؟ 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 انا القطة، تتجوزني؟ بجوزك؟ طب هو في حد بيجوز صوت؟ انا اللي ظهرت لك في الحمام على القعده. ايوه ما فيش حد بيجوز صوت. ما هو بصي يعني انا بقول لحضرتك على حاجه، انا بس ما عنديش مانع ولا حاجه خالص، بس هو يعني بس معقول لما اجوزك اجوز صوت؟ فاصحابي يجوا الصبح في الصباحيه يلاقوني نايم على الهوا، فما ينفعش. انا ممكن اتشكلك في اي ست، هيفاء، خيلاء، نجلاء، اي مزه. اه السيجاره دي اكيد عالي قوي. ردك ايه؟ يعني انا لو وافقت هتظهري لي؟ فورا، بس تتجوزني ولازم تقابل مجلس العيلة. قابل مين؟ مجلس العيلة، اوكي؟ خلص بقى عشان انا اتخنقت وعاوزة اظهر لك بأول موزة، اوف. انا موافق. اوكي، اجي أول موزة. زمان قدر يا زمان قاسي
قطة يا بنت يا قطة يا بنت الموزة يا قطة. ألو؟ أيوة. إيه ده؟ أنسة فاتن؟ أنا مش مصدق قدامي. عايزة تشوفي الساعة 3:30؟ 3:30 حاضر خلاص. فين؟ فين؟ خلاص عرفت خلاص. خلاص حاضر، هكون عندك بكرة 3:30. ولا النهاردة 3:30، بكرة 3:30. باي باي. يا حبيبتي يا فاتن بتأكد عليا، بتأكد عليا الميعاد بالانستجرام. أول صفحة في قصة حبنا. دلوقتي بقى أنا شفتك في الحلم والسلسلة جات لك وهي عندي في بيتي، وأنا الوحيدة اللي شفتك في المول ومحدش غير اللي شافك. دي وعرفت حاجة عنها دي. وكمان قلت إن أنا جيت لك بيتك وقليت أدبي قدام صحابك. أيوة. وده ما حصلش. لا والله ده ما حصلش خالص خالص. لا دي بنت كده برضك بيبقى واخدة بالك، انت بيحصل معاكي نفس اللي بيحصل معايا بالظبط. وايه هي الحاجات دي بقى؟ هقول لك ايه هي الحاجات دي، بس اهدي إيه؟ قول اهدي إيه طيب عشان خاطر الناس يقولوا علينا ايه، ملاسيح ولا ايه؟ بصي يا ستي. ايه؟ في ايه يا تتا؟ انت بعت حاجه على الانستجرام دلوقتي؟ بعت ايه؟ هو بعت لي دلوقتي انه انت كده خالفت الميعاد، ما انا قاعد معاك اهو. تتا ما ترعبنيش ارجوك. ولا دي الشركه بتبعته من نفسها وبتغرم العميل؟ احنا واضح واضح من الظن ان احنا الاثنين ملبوسين. ملبوسين؟ ايوه ملبوسين. يعني ايه ملبوسين؟ اهدي طيب خلاص. طب اهدي، انت هترضحينا ليه؟ هتسيحي ان احنا الاثنين ملابس؟ احنا الاثنين انا اعرف طريق واحد سيخ، وسيخ جامد، سيخ سيخ يعني دجال من الدجالين اللي هم بتوع مصر. يلا بينا على هناك خلاص. من ساعة ما جيت عندي انت حكايتك وصلتني. حكاية ايه بس يا عم الشيخ؟ وانا ايه علاقتي؟ هموت؟ يا ست استني، تموتي ايه؟ يعني ايه يا عم الشيخ جلال؟ يعني القط اللي انت موتته كان جوزها. جوز مين؟ فاتن؟ ايوه التارية. ما انت مش حاسس بالمصيبة اللي انت واقع فيها. لا يا اخويا مش جوز فاتن، جوز القطة اللي كانت مستنياك عند صندوق الزبالة. حرام عليك حرام عليك، تكسر قلب القطة على جوزها. انت ما عندكش اخوات بنات يا مفتري. طب انا مالي انا اخوات بنات؟ انا مفيش حد عندنا في العيلة خلف قطط خالص. طب قول لي طيب اعمل ايه يعني؟ يعني هل بس ممكن ان انا اموت القطة كمان وانا كده كلست خالص؟ دي هي هي اللي عاوزة تموتك بنفس الطريقة اللي موتت بيها جوزها. يعني عاوزة تسوق عربية وتدهسك وتهرسك تحت العربية زي ما هرست جوزها. فهمت؟ طب وانا ذنب ايه يا عم الشيخ في الموضوع ده؟ ذنبك انه حبك، حبك فهي عاوزة تحرمه منك زي ما هو حرمها من جوزها. ومش بس كده، لا ده خد شبكتها وقدمها لك هدية يا اخي. سبكت ايه؟ سبكت ايه يا سيدي جلال؟ القلب يا تتح، القلب اللي وقع من رقبة القط وحطيته في سلسلة واديتها الفاتن هدية. خلاص يا معفن. ايه؟ جايب لي سلسلة لابسها قطة؟ يا معفن يا معفن. لا والمصحف ده هي السلكة، أنا تاريها والقلب بس هو اللي كنت حطيته في قلب السلكة وخلاص. إيه يا عم الشيخ؟ أنت جاي توقع بينا ولا إيه؟ طب أنا مالي بس يا عم الشيخ؟ هو أنا اللي قلت له يحبني؟ هو أنا قلت لك تحبني؟ الحب مش بإيدي يا فاتن، ده بفؤاد. فؤاد مين؟ السبب فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد اللي هو المسؤول عن الحب. فؤاد انت مخبي حد اسمه فؤاد هنا؟ يا سيدي القلب ده اللي هو بيسموه بالذات اسمه فؤاد. فؤاد لما بيدق خلاص. ما لا حدش مسؤول عن فؤاد. فؤاد ده خلاص. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه، على اليوم الاسود اللي انا شفتك فيه في عيد الميلاد وحبك اللي انت وعدتيني بيه. انا؟ وعدتيني بحبك ولا لا؟ بهدوء يا اولاد، بدل ما اطردكم من هنا بهدوء واسمعوني كويس.
اسمعوني. دلوقتي انتوا دخلتوا عالم القطط من غير قوانين، مش هتعرفوا تخرجوا منه ابدا الا بقوانينهم هم بس. ايوه قميص ايدك العرس اللي جواك دي خليها تهدى شويه، انا متخصصين فزع ورعب الوقت. خلاص كمل يا عم الشيخ جلال. نعمل وليمه الصلح فورا. وليمه الصلح؟ وليمه الصلح لمين؟ لمراته. مرات مين؟ القط. طب يعني ايه يا عم الشيخ دلوقتي المشكله في ان هي بقت ارمله خلاص؟ بالظبط. خلاص انا عندي بقى فكره ظريفه. ايه هي؟ طالما هي ارمله بقى كده ومحوحه على الجواز، اضبط لها قط صرافي يزنقها في اي صندوق زباله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا ست بالزفه تتعمل في اي صندوق زباله وخلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 الساعة الساعة يا عم سيد الواحد واحد والنبي بلاش يا عم سيد العجل والنبي بلاش العمود ما تخافش والنبي ما تمسكنيش أنا اللي هخاف والنبي يا عم سيد والنبي يا عم سيد خلاص ما تخافش ما تخافش امسك نفسك خايف خالص والله حاسس إن أنا هتصير وهي دماغي على رجليا فخايف تحس بالتصير سكني كويس هي ماتت خبر ابيض سيف يا مسيخ ما تنزل تجيب لنا سجاير يا مسيخ يا دي الليله الزرقاء على الباب اللي مره تحت ومره فوق ده حاجه خرق افتح يا سيف 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 مش مصدق خالص فاشل في بيتي وعلى سريري ومخدتي الوسخه بس ممكن يعني الصوره والاصل الصوره والاصل الاثنين مع بعض هي فاشل مش مصدق خالص مش مصدق خالص اهدي خالص انا ايه اللي جابني هنا اهدي يا سيخ جلال يا سيخ جلال احنا لازم نلحق الوليمه قبل الساعه 12 انت ازاي تجي لك الجرأه انك تجيبني هنا اهدي شويه عبوس ايدك عبوس ايدك اهدي شويه وليمه ايه وزفت ايه وليمه انت جالك فقدان ذاكره الوليمه بتاعت الشيخ صحيح صح شفتي بقى وايه دول ايه دول 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 بتوع عند هنا في اللامبورجيني في الترابيزه في عندي في الاوتوبيس سبب صور مين اللي بيخبط ده؟ دي العلامه خلاص انا هروح وانت حصلين انا هكلم بابا وماما اطمنهم عليا ماما يا ماما لسه موجوده خلاص هاكلها هاتي ايديك بص هاتي صباعك ده هاكلها اهو هاكلها ايه ده؟ خلاص خلاص انا جاي حصلين حصلين بسرعه Thank you.
ايه بقى؟ انا ما اتفقناش على الصفرة دي كلها، كل دي صفرة؟ جايبين لي صفرة جديدة كمان في قلب المكان؟ ماشي حلوة الصفرة، بس انا هفرز الصفرة دي ازاي؟ دي ترابيزة بينك. يا طبق الجودة من الموجودة، فوطت باين عليها عواطلية ومتلاقية تاكل، وجايين رامين بلاهم علينا وجدتهم علينا كل شوية. وليمة وليمة. ما تشوف اخرة القطط العواطلية دول ايه؟ هو ده اللي موجود خلاص؟ اهو زي ما بس فيها بقى تونكة. يلا بقى ما انا هجيب منين انا؟ هحرج من سلي عشان خاطر احط فلوس. هو ده كده حلو قوي. ايه ده انت مين؟ شغل قال بيقول خد دول وارجع اقعد تخش في لبن تاني. شغل بيقول خد دول وارجع تخش في اللبن. انت سكران ولا ايه ياض؟ الواد ده حقيقي ولا رسم؟ يلا بقى بسم الله خلاص؟ بسم الله كل حاجة جاهزة ايه؟ افتحوا الباب. لقيتوا الأكل يبقوا رفضوا الصبح، ما لقيتوش الأكل والأطباق فاضية يبقى تم الصبح. طب مسحوا الكوبايات والأطباق يا فاسد على الآخر. خلاص العزيمة اتعملت خلاص يا فاسد. مبروك يا دونا. مبروك يا ندى. مبروك يا ندى. اهدى ازاي بس يا شيخ جلال؟ انا مصدقت خلصت من الكابوس ده. دورك كاننا عملنا حاجة. معلش اصل في امور جدت. ايه اللي جد؟ انا عايز اعرف ايه اللي جد. ومش حضرتك قلت يا شيخ جمال انه دلوقتي لو انتوا فتحتوا الباب لقيتوا الاكل يبقى هم مرضيوش يتصالحوا، لو ما لقيتوش الاكل يبقى خلاص تم الصلح؟ تمام. طب خلاص ايه اللي جد المجدود بقى في الجديد؟ انتوا اصلكوا لما عملتوا الوليمه الكل جه وحضر اللي هي مين؟ فاتن؟ فاتن مين؟ مجازيس ليه فاتن انت؟ فاتن مين؟ امال مين اللي مجاز؟ انت بتعصبني على طول ليه؟ ما انا لو عصبتك امال ايه فاتن؟ ما فاتن قاعده جنبك. الست اللي بتقول هي اللي مجاز. انا بتكلم على القطه. ما انت دي كانت هنا كده فانا فكرتك بتثور عليها هي. انا بتكلم على القطه. خلاص يبقى نعمل ايه؟ القطه عاوزه شبكتها مع الوليمه على السفره. السبكه؟ سبكه ايه دي؟ سبكه ايه؟ جمال انت نسيتها؟ السلسله يا تتح، السلسله. ما تركز شويه وارحمني. ايوه السلسله. سلسله القطه. صح. طب اهي تاهت وخلاص برضك ظبطناها. السلسله بس موجوده عندك في البيت؟ طبعا موجوده عندي في البيت. خلاص؟ لا مش خلاص ولا حاجه. امال ايه اللي متخلاص؟ لانها عاوزه الوليمه تجيلها لحد عندها هي ما بتروحش لحد. ده مين دي بقى؟ فاتن؟ فاتن مين؟ يا بنت ابوس ايدك بقى بالعرس اللي جواك دي، احط لك مصيانه بوقك عشان خاطر نخلص من العرس دي. انهي عايز مين اللي عايز يروح لمين؟ القطه هي عاوزه الوليمه تيجي لحد عندها. خلاص تهز ولقيناها نروح لها لحد عندها. فين العلوان؟ فين العنوان؟
في قصر البارو، قصر البارو، قصر البارو. ايه ده؟ هو الراجل ده كان عايز في تورتايا ولا ايه؟ ايه واقف كده ليه؟ تيجي ندخل. سؤال ذكي، هو انا عمال اقول انا ناسي ايه؟ ما عملتوش مساعر خالص. مش محتاجه ذكاء. على رايك، محتاجه غباء. اطلع معاه اطلع ولا ايه؟ طب مدينه واقفين هنا شويه، اللحظه دي مش وقت لحظات ربطك يا فتحي. انا خايف. ما تخافيش ما تخافيش، انا خايف بس مش خايف يعني، ما تخافيش. طب ما يلا ادخل يلا. طب ذوق يا صايف. يا ماما استنى استناني يا فتحي. يا ماما استنى. تعالي حصل بالمظبوط قبل ما يقتلك المرغوث. مرغوث؟ النية سليمة يا أهل الوليمة. النية سليمة يا أهل الوليمة. أعمل لكم جسم سحابة تعدوا عليها. عدي. طب يتأخر. عدي بقى عدي. أنا خايف. ما تخافيش أنا معاك أهو وأنت أنا متخايف. عدي. يا ماما. أوه. يا عم يا عم اهدى بقى يا عم خلاص بقى يا عم بقى دي تحت بطنك اهو
يوصل. ايه الغمطه دي بقى؟ تاتا ايه؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ انا عارف، وان احنا مش هنا، ده احنا خارجين من اوضه النوم. يعني واضح ان كان في سكر، ولا الدنيا سكر. تاتا ايه؟ انا ايه اللي جابني بيتك تاني؟ انا طبعا ما اعرف التفاصيل اللي في النص بتاعت السكر خالص، ما اعرفش. وانت مستغربه ليه؟ انت مستغربه ليه؟ اللي خلى عادة فيه تماثيل بتطلع من قلب الحيطه وتجري ورانا، وساعات تتمسح في الهواء عمال ايه اللي هو اللي مش عارف ايه؟ ها؟ وعدينا الناحية التانية فجأة فتحنا لقينا على نفسنا من أوضة النوم لهنا. خلاص بقى، تصدق إن أنا طلعت غبية فعلا؟ لازم تستسلمي لغباء وسيمارة. خلاص بقى، تعالى أنا حضر الوليد. أنا ولا غبية ولا مش فاهمة، تعالى بقى. ماشي. إيه الحلاوة دي؟ سيفة؟ أطباق وسموع. صراحة أنا مش قادر أقاوم الورد وهو والع كده، بياخد لي اللحظة كده. يخرب بيت اللحظة. خلاص كفاية بقى تسبيل أرجوك. خلاص طيب، كفاية تسبيل تسبيل تسبيل، لما هيسبلوا عيني أنا ويتشنوني في تراب السفير. خلاص هات الأكل، خلينا نخلص. خد. إيه دي؟ لانشو. أنا فكرت جايبة جلد ولا حاجة، وده لبن على أساس إن أنت هتقضيها حد. مخلل أهو. مخلل البتنجان أسود، عارفه. الطحينة أهي. طحينة من يومنا. جبنة. والعيش أهو. والعيش أهو، عارف العيش. السلطة والخس أهو. والسلطة والخس. وكمان بلد طماطم أهي. وكمان بلد طماطم أهي. إيه تاني؟ ما اعرفش في هنا بقى. جت فيها طنطة الجبس دي. استني. ده كباب مجنن ولا عايز ايه؟ لا 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 لا، ما تبوظش الوليمة. انا جعان خالص، انا هموت. يا تفتح، دي اوامر الشيخ جلال. يا ستي يعني اوامر الشيخ زياد. خلاص. اهو يا ستي. ادي الكفتة واللحمة. صح؟ ها. نطلع بقى الدورتين عشان خاطر ايه؟ ايه؟ نحط السكرتين دول برضه كده. انت بتعمل ايه؟ انت بتاع صاحبة مزاج ولا حاجة عايزة تعمل دماغي دي بقى؟ عشان نخلص من الليلة بقى. دي هتهدي نفسيتها وهتخليها تضرب السيجارة كده وتبقى قاعدة مبسوطة. يخرب بيت دماغك، شيل ده، شيل شيل. حاضر خلاص. كنت هتنسيني أهم حاجة. اه سلسلة. هتوطي؟ السلسلة. السلسلة. أنت حطها في الجيب اللي قدام ورا هنا. مش هعرفك أنت. أهو. أهي أهي. استنى. أهي. صوتي؟ عشان تعرفي انك من غير لوسي، لان دي اصلا دي سر اللغز الملغوز. لوسي؟ اللغز الملغوز. خلاص يا غدار، السماح والرضا بقى عشان انا خلاص. انا خلاص. يلا بينا بقى، تعالي تعالي. خليك ورايا، خليك ورايا. تعالي. واحنا بس كنا هنا من سوية، احنا بس كنا عندنا هناك في قلب المكان، في قلب الصالة عندي، وخرجنا وحضرنا الزفتة وجيلها. ايه اللي دخلنا تاني في قلب القصر؟ شكلها حتى كمان الاوضة مش سالكة، الاوضة الشمال اوضة وسخة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه بص بقى يا فاتن، انا عايزك دلوقتي حالا دلوقتي دوت صوتي يا فاتن. بتوع الرابع ولا ايه؟ ايه يا جلال؟ تتجوزها ولا تموت؟ طلباتك عشان نخلص. ما تناموش قبل ما تقابل القطة وتخليها توافق على جوازك منها، وما تنساش. ايوه. ان انت سبتها وجريت وفضلت فاتن عليها. ايوه طبعا لازم افضل فاتن عليها. كومباوند قاعد. كومباوند قاعد باللي بتحاذي الملاك بتوعه. المهم ما تناموش. حاضر. ما تناموش لغاية ما تلاقي القطة، والقطة توافق على جوازك منها، وده يتم خلال 48 ساعة. يعني ننام 48 ساعة ونقوم نكمل نسوفها؟ لازم تلاقي القطة وتوافق على جوازك منها خلال 48 ساعة. وانا نايم؟ لا يعني انام 48 ساعة وادور عليها ولا فين؟ ولا فين؟ انت تفضل صاحي، انا بقول ما تناموش، قول لي نام. اذا كان على الليلة دي وما ننامش فيها، خلاص نسهر سهرة بسيطة، يعني يضرب مثلا حبيتين ترامادول انا وانتي كده. ايه ترامادول؟ المكان الغريب ده. ما تخافيش. ايه ايه ما تخافيش، خفيف ايه دي خالص، ايه دي خالص، وعيشي اللحظه، عيشي اللحظه. تاتا، ما
كان يخوف قوي يا تت. يا حبيبتي بقول لك ما تخافيش بقى، ابوس ايدك ما تخافيش. انت هتصوتي في العربيه هتجيب لنا بقى واقول له مهتز من جوه، دول لو طلعوا علينا هيغتصبونا احنا الاثنين. اهدي شويه. خلاص اهدي. أليطا! 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 مين أليطا ده؟ مين أليطا ده؟ يا حبيبتي استنى أنا هقولك مين أليطا ده؟ إيه سوية؟ إيه سوية؟ الراجل اللي هيجيب لنا الحاجات عشان نتقطع. يا أليطا! مساء الفل يا برنس. ازيك يا مريضة؟ بيه بيعمل ايه؟ بص بقى يا ريس، انا عايز اربع سرايط الرمادول، على سرايط ابو صليبه، على سرايط بانجو، على سرايط سم فران، عايزين نعمل دماغ من الاخر خالص نصحصح. خلاص يا باشا، الحاجات اللي انت هتاخدها دي كفاءه تسهل لك اسبوع. ايدك على الفلوس بس يلاقيش خالص. ارفع يابا. اهو هرفع يا عم، انت سايبني سايل ايه؟ جمل امسك يا سيدي. يلا بسرعه بسرعه يا قليطه. قليطه يا عم انا قدامك. خد يا برنس. مات يا راجل، بس كريم قوي. ليلتك زي الفل. ليلتك زي الزفت. انت عارف مكتوب هنا ايه عن الحاجات اللي احنا جبناها دي؟ ايه، مسروقه ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، دي كلها سموم. حلوه، السموم مفيده للجسم يا ابني. دي كلها سموم وفيها سايد افكتس. مين سايد افكتس ده؟ سايد افكتس يعني اعراض جانبيه. يعني احنا نبقى بأسب ولا هيطلع لنا كرس؟ استنى. امال ايه؟ ولا الاكسبايري ديت اللي خلصان؟ الاكسبايري زي ايه؟ الاكسبايري ديت يعني تاريخ الصلاحيه. اه يعني حاجه مفيده للجسم طبعا. عارف الحاجات دي ممكن تعمل لنا ايه؟ ايه بقى؟ دي ممكن تعمل لنا الزهايمر وتشنجات وصرع. رزق ربنا بعته، ده حاجه جميله. هو حد نايم؟ بقول لك ايه؟ على جثتي ما انا واخده الحاجات دي ان شاء الله هنام طول عمري. هو العمر معساه. ابدا يا ابو دومه. مش بتنشف يا هلا. يلا بينا السادات يبتدي. تفتح. ايوه تونا. سامعني؟ هو سامعك صدقي؟ سامعني؟ حاجة كده؟ أنا وصلت خالص. لينا 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 عينا لينا لينا كنا احسن قبل ما نشرب. انا برضك متهيألي كنت عايز اقول لك على نفس الاحساس. نفس الاحساس. استنى، انا عندي تصرف نزيه. لما اتصل بوصف وطس اشوفه ايه الحكايه بتاعته وعلى خاطر ايه هو يرسيني. اصفوت، بقول لك اصفوت.
دلوقتي احنا لو في اتنين مثلا واحد زيي وواحد مثلا زي الانسه فاتن يعني سرب مخدرات بقى كده وحسيس وبانجو وبرسام والزباله بقى وميه كمان هات كمان سربوها عايزين يفوقوا بقى يعملوا ايه؟ قال لك ايه؟ لسه الجرس بيرن. امال بتكلم مين؟ انا اتكلمت. انت سطرتي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا شايفه احسن حاجه ان احنا نقوم ننزل الشارع وسط الناس ونبتدي ندور على القطة. سمعت والله يا استاذ يا حضرة يا باسة عايز ايه؟ ما شفت القطة معدية من هنا كده؟ ما شفت الزفت. طب بالراحة عليا كده انت بتتنك كده ليه؟ انا مش تانك. مش ايه؟ مش تانك. مش تانك؟ مش تانك في نادي ايه؟ مش ناقصاك على الميسة. خلاص يا عم حاجة علينا. شكرا. العفو. مش كفاية القرف اللي انا فيه؟ مش عارف ابعت رسالة واتساب. انا مالي ومال القطه ما تولع بجاز وسخ لو سمحت والله ما شفتش قطه دي خالص وانسي ولا مسنتي ولا دي خالص لا دي برضك لا يا رب انت سايف انا فين؟ بص انا خلاص انا خلاص مفيش بعد صندوق زباله روح اقعد فين؟ في كابينيك جوه الكابينيك خلاص الو ايوه فاسن استني 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 الناس دي ما شفتيش قطه معديه كده قطه يا نهار اسود ولا عظمه ايه يالا سيبك منه عيب كده يا تفتح ما ينفعش احنا لازم نسال كده و ما تفتحش قطه يا ست سيبك منه يا حاجه سيبك منه بس بقى ما تفضحناش يا ست وانا هشقمر عيش يا بطل عيش اقبل يا قمر ايه يا عم الحاج اقبل مفيش مسكرين اقمر ما انا لازم اخدمك طب انا بقول لك مسكرين يا عم الحاج هو عافيه عافيه الله وبعدين بقى ايه وبعدين بقى تعطيه حط هتزرطه هتزرط كفايه تطح ازاي يا ست ولاد ازاي حضرتك عارف الاشكال دي افكار واطيه وياما عز معاها طب انا زعلتك على حاجه بصلوا على النبي بوسك اللي ظبط الصندل ده انا هخلي الجزمجي ما يعرفش يخبط انا حته فيه خلاص ارجوك يا تطح كفايه يا ست استني قلت لك ما تخافيش دي ناس بيئه واطيه وانا عارفها كويس اسكتي انت بقى خالص ده السلاح بتاعك يا باسك ده هو السلاح بس هو ده الزراعة بتاعك؟ خد امسك يابا تعال قرب شوية قرب عور يابا اديني حتة هنا يابا 8 سم عور يابا اهو يابا عور يابا هو خافوا من ايه؟ خلاص يا فاتن ما تخافيش تعالي سيبني منك لله يا شيخ انا ذنبي ايه في كل ده انا ما بقتش عارفه انا صاحيه نايمه عايشه ولا ميته كان يوم اسود يوم حبتني هو الحب بالعافيه يا اخي انا ما بحبكش مش عايزاك بص لنفسك كده بص لنفسك وبص لي اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه عشان تبعد عني ابعد عني
عني بقى، ابعد عني خلاص. هتعمليلي حاجة يا فاتن؟ هتعمليلي حاجة؟ فتح اللي هيبعد، هيبعد بالحب اللي هو مطلوب. يا رب تنامي، يا رب تنامي وتصحى وتلاقي الراجل اللي انت عايزاه، اللي بيتكلم كويس وتاكله ويشرب واهله مربيينه وصرفين عليه. اذا بنتي فعلا هتبص لواحد زي هذا ليه؟ اهله ناس غلابة. أنا مو في دنيتي إن كل حاجة لازم يبقى غلبان فيها، غلبان في شغله، غلبان في بيته، حتى كمان في الحب بتاع ربنا برضه غلبان فيه. أنا هروح أنام، أنا هروح أنام وخلاص. بس فرق معايا بقى أصحى، أصحى مصحوص. يبقى خلاص كده انتي خلاص وقعتي في البصيغه، حبيتي خلاص. دي ظهرت. مين دي؟ الكونتيسة ورد. تاني؟ قصاد الحب الكبير اللي انا شايفاه بعناية الفاتن انا هسامحك وموافقه على جوازك منها، بس على شرط تتجوزني انا الاول عشان تعيشوا. انا مش عارفه انت عاجبك فيها ايه. انا ممكن اتشكل في اي ست في اي وقت اللي انت عايزه، بس على شرط تتجوزني انا الاول. حاضر. يبقى على خيره الله. قولي ورايا. نونوتك نفسي وعرشي. نونوتك نفسي وعرشي. تفتح قول ورايا. هو كده يعني من غير اي كلبين حتى يعدوا يستدعوا على الجوازه دي عادي؟ خلص الوقت بيجري، قول ورايا. وانا قابلت نونوتك وعرشك. وانا قابلت نونوتك وعرشك. هي بتقول لك ايه؟ بتقول اذا ما كنتيش تتجوزيني، ها نتجوز احنا الاثنين، هتموتي محروقه. وابوكي هيفرقع في الحمام. لا هو على ايه؟ قول لها ان انا موافقه، بس في مشكله واحده. ايه هي؟ بابا يمكن ما يوافقش. في مشكلة ابوها اللي هيفرقع بس هيوافق. لا مفيش مشكلة، انا هسحله هجيبه لكم خاضع. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر. في ايه؟ في ايه؟ اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ياش ايه الشقاوة دي؟ من اول ليلة عسل فكرتوني بيام شبابي. اتفضلوا اتفضلوا، عقبال البكاري عقبال البكاري. ابوك يعني اتقطعت خلاص، بس هيقدر يقيم عينه في وسط البنة.
ممكن تقولوا لي تعليق على الكومنتات اللي بتحصل دي؟ لا عايز افهم حضرتك حاجه، الموضوع ما وصلش للكروتات. انا قلت الكومنتات. امال انا قلت ايه؟ فاتن بابا قومي قوم. ايه ده؟ انت لابس كارينا وكمان الجيب بتاعها؟ على طلبة ثلاثة ما اعرف كريمة دي مين؟ اتصرف كريمة؟ كان في حد معانا اسمه كريمة؟ مفيش كريمة خالص. نعمان ايه ده، انت هتطر يا بيتنا ولا ايه؟ انتوا فرحكم النهاردة. لا مش النهاردة، دلوقتي. لا مش دلوقتي، حالا. وجيت هبان سوايا ولا حاجة؟ اجوع بقى اجوع بقى. كلمته يعني هو يجيب المزيكا الجلاس دي ايه يعني؟ عشان كل حاجه حصلت بسرعه يا طارق. ايوه كان يجيب مضرات بلدي على الاقل يبقى سيك. المضرات البلدي سيك. بس بقول لك ايه؟ انا برضه مش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل دي. على الطلاق ولا بلا. بس اقول لك على حاجه، انا مبسوط. انت مبسوطه؟ انا مبسوط. خلاص يبقى كده. طب يبقى ساعتك كده وقفينا كده. يلا يا عم يلا يا عم، بالذفه اللي ده بقى فيلم اوكر دي خناتونا. أعوذ بالله. يلا يا ستي كمان خد يا هو ايه؟ خد يا بنت خد يا بنت. ايه ده؟ الله يخرب بيتك، انت مين يا بنت؟ انا القطه. يا نهار اسود، قلت لكم 60 70 سنه دول مش خير. خلتنا نقول الحقها كان دليل على الوفاء.